لقد حققت الإنسانية إنجازات كان الجميع لا يظنها غريبة منذ قرون، من اكتشاف أعماق المحيط إلى المركبات الفضائية. ليس هناك شيء أضخم من نوغ نيفيس، وهي السفينة الأكبر حجما التي شيدت على الإطلاق. ساهمت كل من التكنولوجيا والعبقرية والاحتياج في ابتكار كل ما نراه الآن، وقد تم اختراعه بواسطة الإنسان، ولكن هناك من الإنجازات التي نجحت في تحدي كل المتوقع في وقتها وأصبحت حقيقة. هذا هو الحال مع نوغ نيفيس، وهي السفينة التي يتخطى حجمها حجم برج إيفل، ويبلغ حجمها تقريبا نفس حجم ما كان يعتبر في ذلك الوقت المبنى الأكثر ارتفاعا في العالم، وهو برج ويلز في شيكاغو. هذه السفينة المصنوعة من الصلب تبحر منذ أن تم تشييدها في عام 1979 في مرسى أوباما بواسطة شركة سوبيتومو، ولكن مثلها مثل أي إنجاز ضخم كانت لها نكساتها. إنها أمور كانت لا تمنع هذه السفينة من الإبحار ذات يوم. في الحقيقة كان تشييدها على وشك التوقف إلى الأبد، لأنه كان يمول بواسطة رجل أعمال يوناني، ولكنه أفلس قبل الانتهاء من تشييد السفينة بوقت قليل. توقف البناء ولكن لم يستمر هذا لوقت طويل، فقد لفت هذا العمل انتباه الثري تونغ تشاو يونغ من هونغ كونغ، والذي لم يستكمل فقط تشييد السفينة وإنما قام أيضا بزيادة قياساتها وقدرتها على التحمل حتى أصبحت السفينة الأكبر حجما في العالم. ولكن طبقا لخصائصها فقد كان لنوغ نيفيس اسم ملائم لطبيعتها، وهو سيوايز جانيت أو السفينة الضخمة. وتحت هذا الاسم بدأت السفينة أولى رحلتها بعد عامين من انتهاء تشييدها. كان طريقها الأساسي يربط دول الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، وظلت هكذا لمدة 10 سنوات. في عام 1986 تم استخدامها كمستودع عائم للنقل بواسطة إيران في حربها ضد العراق. ومثلها مثل أي أسطورة، تحوي هذه السفينة جانبا مظلما في تاريخها. في مايو عام 1988 تمت مهاجمة السفينة بواسطة الطائرات العراقية في مضيق هرمز، مما أدى إلى تضررها كثيرا. وعلى الرغم من ذلك بقيت السفينة طافية، والمفاجأة أنه أمكن إصلاحها في مرسى بسنغافورة. وبعد تلك المأساة أطلق اسم جديد على السفينة، وهو هابي جانيت في عام 1991. السفينة. بين مختلف المالكين والحروب والعديد من التعديلات، لقد عانت السفينة من الكثير من الأمور على مدار السنوات. لقد انتقلت ملكية السفينة بين العديد من الشركات، وفي النهاية بحلول عام 2004 تم نقلها إلى مرسى في دبي حتى استخدمت كمستودع عائم، ولكن أعيد تسميتها بنوغ نيفيس. لقد أصبح تاريخ السفينة على وشك الانتهاء، ولكن ليس بسبب حجمها، وإنما بعد أن بيعت إلى شركة هندية في ديسمبر عام 2009، وأعيدت تسميتها بمونت، وبهذا الاسم أبحرت إلى رحلتها الأخيرة بعد جولاتها الكثيرة في العالم كله. توقفت السفينة في ألانج وخارت بالهند، حيث تم تفكيكها وانتهى تاريخها. لقد انتهت رحلة السفينة الأكبر في العالم. على الرغم من وجود سجلات حديثة عن سفن أكبر حجماً، فإن فكرة تسميتها بالسفينة الأكبر حجما في العالم حتى الآن ترجع إلى أنه في ذلك الوقت انتهت رحلة السفينة ليس بفعل الطبيعة ولا بفعل الحروب، وإنما انتهت رحلتها في وقتها المحدد. إنها السفينة التي لم تغرق قط على الرغم من تضررها في الحرب ومن جراء سوء الأحوال الجوية. ماذا لو كنا جميعا مثل تلك السفينة؟ لا تتعلق العظمة بالكمية أو بالوسيرة، وإنما بالأهمية. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.